من بين الاشياء اللي كتعجبنا نوجدو بزاف في العيد الكبير كنلقاو المصرانه كتكون داك المصران الغليظ اولا داك المصران اللي تيكون الحجم ديالو بحال هكذا كبير شي شويه على اساس يلقى اننا نديرو فيه العماره كناخذو وكيتغسل مزيان بطبيعه الحال كيتنظف جيدا ومن بعد كيدار له شويه ديال الماء معاه واحد شويه ديال الخل وكيتنظف وكيتخرط كيكون مقلوب. انايا كيعجبني دائما هي عاده المصرانه كتعمر كناخذ المصران وتنقلبوه هكذا بايد ديال شي مغرف هكا في الطرف مغرفة العود او اي حاجه ولا عصا صغيره ولا وكنبقاو غاديين بحال هكا حتى كنوصلوا للطرف الاخر وتنقلبوا المصران. هذا بالنسبه للغسيل ديالو. انا كيعجبني ملي كنغسلو كنعاود نرجعو كيف ما كان بحيث كتولي عندي داك الشحمه على برا وكنعمر الداخل ديالو لانه الداخل ديالو كيتزلق اكثر من على برا كثير شي الا خلينا داك الشحيمه. فاحنا غسلناه مزيان كنخليوه بحال هكذا غادي ندوزو دابا نتكلموا على باش غادي نعمرو هاد المصرانه. هاد المصرانه تنعمروها بالكفته تناخذو اللحم من جهه ديال الفخذ اولا كنجيبو اللحم ديال البقر وكنديروا له واحد التركيبه ديال التوابل كناخذ واحد الكميه ديال الكفته تنديروا معها الشحمه ديال الكلوه وكنديروا ليها العطريه اللي غادي تشوفوا معايا دابا غادي نديروا ثومه مطبوقه غادي نزيدوا هنا القزبر يابس شوية القرفة شوية القرنفل كنديرو شوية ديال البزار الخرقوم الفلفلة حمراء الكمون سكينجبير زيت العود أو بلا زيت البلدية. غادي نعجن مزيان هاد الخليط اللي عندي طبيعة الحال ما خصنيش ننسى نوظف الملح لانه الملح هي اللي غادي تحافظ لي على هاد الخليط هذا اللي عندي. غادي نعجنوه مزيان حتى كتنسجم داك المقادير والمكونات اللي درت مع الكفته. هنا خدينا داك الخليط ديال الكفته درناه في واحد الجيب ديال الحلواني دهنته من قبل بشويه الزيت باش يلا كتزلق الكفته ما تبقاش شي محصوره فيه. كنجيبوا المصران كنقفلوه الا كان مشى حتى تقطع لنا داك البلاصه اللي تكون فيها شي ثقبه ولا شي تنقبطوها هكذا بلا فيسال اولا بالخويط ديال الكوزينه كنبداو نعمرو طريف بطريف. هانتوما انا غادي نعمرو وغادي تشوفوا معايا ولكن من قبل باش كيزلق لينا العماره وما يتقطعش المصران كنديروا واحد المعلقه ديال الزيت البلديه قلب المصران هكذا باش كتبدا داك العماره كتزلق على هذا الشكل بحال هكا. بعد ما عمرت المصرانه قفلتها هكذا بالخيط وكيف ما شفتيو معايا فاش كنكونوا نعمروا فيها كنتكوها هكذا بالبره باش يلاه الا كان داك الفقاعات ديال الهواء اللي كيكونوا بالداخل هادو داك الفراغ اللي كيكون عندنا باش كيحيد وكذلك تيخلي المصرانه ملي كتكون كتيبس تتهوى تناخذوها وتنعلقوها باش كتيبس كنديروها يا اما الا بغينا نعملوها في الظل هكا في شي مكان اللي هو يا مهوي غير هو ما خاصش تكون فيه رطوبه وكاينين الناس اللي كيعملوها شي شويه هكا في الشمس فانتم بحسب الا كنتو عندكم المكان جاف وراه كاين الشمس سخونه يعني ما كاينش علاش نعملوها في الشمس غير داك الهواء السخون كافي انه يلبسها واحد المده ديال الاسبوع ولكن ما كنخليوها شي لمده ضروري انها تبقى حتى كتنشف ومن بعد كيمكن لينا نوظفوها في اطباق بحال الشكل ديال الخليع تماما
كنقطعوها على شكل اولا شكل جديد، كنقطعوها دوائر كنشويوها اولا تنحمروها في المقله ومن بعد تنديروا معها البيض اولا كنطيبوها مع مطيشه بحسب الرغبه. غير وكان هي ملي كتيبس كتجي بحال هكا بهذا الشكل هذا، كيمكن لينا نخليوها معلقه تتغلف بالثوب الحياتي اولا بالثوب ديال القطن وكتبقى معلقه في شي مكان في الكوزينه مهوي. كاينين الناس اللي كيعملوها في المجمد الان باش ما كتفسدش. حنا كملنا الحديث ديالنا على المسرانه ومن بعد غادي نشوفوا وصفات يمكن لينا نديروها بالمسرانه. غادي نخليها هكذا على جنب. دابا غادي ندوزو نتكلموا دائما على الكفته اللي بقات لنا. غادي نشوفوا طريقه اخرى ديال التتبيل ديال الكفته اللي كيمكن لينا نشويو. هنا حلقه قلنا خاصه على الاشياء ديال العيد، وكاينين الناس اللي كيبغيو يحضروا الكفته في العيد. غادي نستعمل في هذه الخلطه اللي غنتبل بها الكفته الورق ديال مرد الدوش، واحد جوج وريقات ديال النعناع، درنا وريقات ديال النعناع وريقات ديال مرد الدوش، غادي نديرو شويه ديال المعدنوس، ريس ديال الثومة، شوية ديال البصلة على حسب الكمية اللي عندنا ديال الكفتة اللي حنا باغيين نتبلو. غادي ندير شوية ديال الكروية، شوية الزعتر. هنا بالنسبة للزعتر كنديرو غير شوية لأنه الطيبة ديالو مجهدة بزاف، كنستعمل منو غير كمية بسيطة. شوية القزبر يابس، نتيفة ديال القرفة، نتيفة خفيفة القرفة، ومن بعد شوية كمون. هذه كتجي متبلة كتجي رائعة هاد التتبيلة ديال الكفتة. شوية فلفلة حمراء، أنا كندوزهم هكذا في الخلاط ديال الضو مع بعضهم على أساس كيعطيو لنا العجين كيجي يعني كيجي منسجم. هنايا كنديرو تقريبا قيمة معلقة ديال الفلفلة الحمراء، شوية سكنجبير، بزار كنديرو البزار ولا السودانية، وشوية ديال الخرقوم، ملح بطبيعة الحال، العطرية بعد ما خلطناها مزيان تطحنات مع بعضها غادي نتبلو بها. كنتبلو بها الكفته تنغطيوها وكنخليوها كترتاح باش يلاه كتطلق فيها، ومن بعد كنركبوها في القطبان وتنشويوها فوق من الفخر. بعد ما خلينا الكفته حتى شربات مزيان داك العطريه والنسمه ديال اللقامه اللي عملنا معاها خديناها وشويناها فوق من الفخر، صافي وكتقدم مرفوقه بطبيعه الحال بالخبز واتاي ديال النعناع. هنا غادي تشوفوا معنا انه المسرانه كنخليوها حتى كتيبس صافي وكتبقى كتستعمل بحال الشكل ديال القديد مثلا او لا الشكل ديال الخليع. كيمكن لينا كذلك نشويوها بحال الكفته، كناخذوها تنقطعوها دوائر كيكون فيها تقريبا واحد السنتيم هكذاك حتى السنتيم ونص، وكنستفوها في الشوايه وتنشويوها وتنقدموها مع اتاي اولا باي طريقه كتناسبكم. الى اللقاء.